السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي معا للرقي بالتعليم. في هذا الفيديو سأريكم طريقة صنع اختبارات أو أوراق عمل أو واجبات. هذه بعض النماذج التي صنعتها، مثلا هذا هو تقويم أو اختبار في الرياضيات للسنة الأولى. هنا صنعت لهم العدد الذي يسبق والذي يلي، أكمل بأكبر من، أصغر من، إلى آخره، العمليات، الترتيب والوضعية الإدماجية. هنا سنبدأ، سأفتح ورقة صفحة جديدة عفوا في الوورد، سأقوم بتكبيرها لتروا، وقمت بتحميل لوحة مفاتيح لكي تروا ماذا أفعل في لوحة مفاتيحي. أول شيء، لأننا سنكتب هذه الاختبارات أو أوراق العمل بالعربية، أول شيء سنأتي إلى هنا. هذا يشير إلى اللغات الأجنبية التي تبدأ من اليسار، هذا يشير إلى اللغة العربية، يعني أنا سأبدأ من هنا. ثانيا، لكي نستغل كل الصفحة يجب أن نأتي إلى هنا انسيرسيون، عفوا، إلى ميزان باج مارج، يعني هنا حدود الصفحة سنكبرها لكي نستغل كل الصفحة. سنأتي إلى هنا. الآن الصفحة قالوا لي ستبدأ من هنا، يعني سأستغل. تبدو أن تكون في كل الاختبارات أو أوراق العمل الرأسية لونتيت، لكي أكتب فيها أضغط مرتين هنا فوق، أضغط مرتين ثم آتي وأرجعها كتابة عربية. أولا سأكتب مثلا مدرسة، لكي أخرج النقطتين أضغط هنا على شيفت ثم الحرف M لكي تأتي نقطتين. سأكبرها لكي تروا جيدا ما أفعل. مثلا هنا ها هي مدرسة، أكتب اسم المدرسة مثلا. آتي إلى هنا أكتب السنة الدراسية، مثلا السنة الدراسية، أضغط أيضا شيفت أم لكي تأتي هذه النقطتين. مثلا هنا أكتب المستوى الدراسي، المستوى الدراسي يعني المستوى الذي تدرسونه. هنا اسم ولقب التلميذ، مثلا الاسم واللقب، ثم آتي هنا. هنا الكتابة تشير إلى اليمين، هنا الكتابة تشير إلى اليسار. هنا سأكتب في الوسط، مثلا سأكتب تقويم الفصل الأول في مادة اللغة العربية، مثلا هنا الفاء اللغة العربية. هنا انتهيت من الرأسية أو لانتات. سأذهب إلى كتابة النص والأسئلة. هنا سأتي سأضغط هنا في الفراغ لكي أخرج من الرأسية. في اللغة العربية دائما سأبدأ بنص لكي أكتب النص ويكون واضح، وأفرقه لهم عن الأسئلة، عن الأسئلة التي سأطرحها عليهم. سأضعه في إطار لكي يكون هذا الاختبار منظم. أضغط هنا على انسيرسيون، هنا على فورم سأخذ هذا المستطيل، هنا أضغط على هذا المستطيل وأصنع مستطيلا هنا لأكتب فيه النص. هذا المستطيل ها هو، سأضغط بالجهة اليمنى على الفأرة وأضغط هنا أجوتي دو تكست، يعني سأضيف له نصا. دائما الكتابة ستأتيكم من اليسار. دائما أأتي إلى أكاي وأضغط هنا لأرجعها عربية. الخط الذي سيساعدكم في التشكيل هو أريال يونيكود MS،
يعني هنا هناك خطوط لا تظهر الفتحة عندما تكون فوق الحرف تحجبها، ولكن نوعية هذا الخط يوضح لكم كل الحركات إذا أردتم التشكيل. وسأقوم مثلا باختيار الكتابة 14، حجم الكتابة 14 مثلا. سأخذ أي نص؟ هو نص وجدته في الإنترنت، دعت أمي خالتي وعمتي. سأكتبها مثلا، سأكتب فقط هذه الجملة مثلا. هنا أبدأ بالدال، هنا لوضع الفتحة أضغط على شيفت وأضغط على الحرف A الموجود في اليسار. هنا ها هي الفتحة ظهرت، سأكبرها قليلا لكي تروها جيدا. أقوم بتكبيرها مثلا 18. ثم العين ع، ثم شيفت فتحة لأكتب الفتحة، ثم التاء أضغط على شيفت، ثم الحرف إكس هو الذي يوجد فيه السكون، ها هي السكون، ثم أضغط على إسباس. ثم لكتابة أمي هنا لو ضغطت على الألف أو الحرف أش موجود فيه الألف ستكون فيه ألف بدون همزة، ولكن أنا أريد حرف الهمزة فأضغط على شيفت وعلى هذا الألف أو الحرف أش، ها هي الهمزة فوق الألف، أضغط على شيفت ثم أ لكي تظهر ضمة فوقها، ثم الميم أضغط على الميم فيها شدة. سأريكم إياها. عند الزر أنتري موجودة بجانبها، ها هي الشدة، أضغط على شيفت ثم أضغط عليها هكذا، ثم أضغط على شيفت الحرف سي، هنا توجد الكسرة، ثم الياء بطبيعة الحال. سآتي هنا لأكتب الكلمة الأخرى خاء، شيفت أ لكتابة الفتحة، ثم لام شيفت أ لكتابة الفتحة، ثم تاء شيفت سي لكتابة الكسرة، ثم الياء. هنا سأريكم الضمة لأنه توجد فقط الفتحات هنا والكسرات. لكتابة الضمة أضغط على شيفت أ، هنا تظهر ضمة. لتشكيل بضمتين أضغط على شيفت أغ، تظهر هنا ضمتين. لكتابة كسرتين أضغط على شيفت في، هنا تظهر كسرتين. لكتابة فتحتين أضغط على شيفت زد، هنا ها هي فتحتين فتحتين. مثلا أنا أريد كلمة لكي يعربها، ماذا سأفعل؟ سأقوم بتحديدها إما بالضغط بالفأرة في يسارها مرتين، سألونها هكذا أحددها، أو آتي بجانبها وأضغط على شيفت والسهم الذي ينظر إلى اليمين، يعني سأحددها هكذا باليمين، ثم ماذا؟ سآتي هنا إلى جي يعني غا، يعني سأوضح له ستكون غليظة هكذا، ثم سأضغط على S عندما أقول له أعرب مثلا الكلمات المسطرة، يعني علي أن أسطرها له، أضغط على S. S هي سولينيي، أضغط على S وها هي الكلمة أصبحت مسطرة. لتحديد جملة نحتاجها، مثلا أقول له حول الجملة التي بين قوسين إلى المثنى أو إلى الجمع إلى آخره، هنا القوس في رقم 5 ترونه يشير إلى اليمين باللغات الأجنبية، ولكن في العربية يشير إلى اليسار عند الضغط على 5، فإنني أفتح قوس يشير إلى اليسار، ثم آتي إلى هنا وأغلق القوس بعد أن أكتب، آتي هنا وأغلق القوس، ها هي الجملة حددتها مثلا بين قوسين.
مثلا دي كتابتي أسفل فتحت الألف مثلا إي، أضغط على شيفت و إيغريك، هنا الهمزة ستكون تحت. لكتابتي الألف الممدودة يعني بالهمزة مع حرف مد أ، أضغط على شيفت ثم إن، هنا تأتي هذه الألف. لإطالتي مثلا كلمة، عندما أقول لمتعلم قطع الكلمة الآتية إلى مقاطع صوتية، فإنني سأقوم بإطالة الكلمة ليستطيع تقطيعها. مثلا سأكتب له مثلا بنت الباء، أضغط على شيفت سي كسرة، ثم لإطالة يد الباء أو الخط المتصل بالباء أضغط على شيفت، ثم على الحرف جي أو حرف التاء هنا انظروا، سيأتي خط أفقي أستطيع إطالته كما أحب، أستطيع إطالته كما أريد. أكتب مثلا هنا نون ساكنة، هنا أضيف لها خطا، ها هي، ثم التاء بنت، ها هي بنت. هنا لإطالتها أضغط على شيفت ثم جي. للفاصلة آتي إلى شيفت ثم ك، أضغط على ك، هنا فاصلة. لعلامة الاستفهام أضغط على شيفت ثم حرف الضاء أو الزر الموجود هنا، ها هو هنا علامة استفهام. لفتح حاضنة أضغط على شيفت ثم حرف الدال، لإغلاقها أضغط على شيفت ثم حرف الجيم، هنا لفتح وغلق حاضنة. نأتي إلى الأسئلة، أخرج من هذا الإطار، آتي هنا إلى الأسئلة، أضع الكتاب هنا، الكتاب في الوسط، أكتب الأسئلة، أضغط على شيفت ثم الألف لتكون لي همزة فوق الألف. الأسئلة سأسطرها، أقوم بتحديدها ثم أسطرها بسولينيه، هنا الأس، ثم آتي إلى شيء أسئلة الفهم أو أسئلة حول النص. أسئلة الفهم سأضع نقطتين شيفت أم، هنا سأنزع سولينيه، آتي أضغط على إسباس مرة أو مرتين كما أشاء. عندي هنا مثلا أكتب بأن أسئلة الفهم أضعها بين قوسين، أفتح قوس بالرقم 5، أكتب عليها مثلا 3 نقاط مثلا، ثم أغلق القوس. لترقيم الأسئلة إما أرقمها بنفسي، أضغط على 1 ثم أضغط على القوس 1، السؤال رقم 1 مثلا. هناك طريقة أخرى للترقيم، مثلا آتي إلى هنا، عندي 1 2 3 بالنقاط، عندي 1 2 3 بالأقواس، هنا بالحروف الأجنبية واللاتينية إلى آخره، لن تهمنا. مثلا هنا إذا اخترتها هو 1 وكتبت أي شيء هنا، ثم أضغط على أنتخي سيأتي 2، أنزل إلى السطر يرقم لي وحده 2، أضغط على أنتخي سينزل ويكتب لي 3، يكتب لي 3 أيضا، يفتح قوس هنا على حسب الأسئلة الموجودة. الآن بعد أن أنهيت الأسئلة ربما أحتاج جدول لكتابة مثلا استخرج لي فعلا، اسما، حرفا، جمع المذكر، جمع تكسير إلى آخر، أي كلمة أحتاجها آتي إلى هنا إلى انسكسيون ثم تابلو، هنا تابلو مثلا سأطلب منه استخراج مثلا كلمتين، هنا أضغط هنا
لتصغير هذا الجدول، هنا الجدول، آتي إلى هذا المربع الصغير ثم أسحبه إلى اليمين لكي أقوم بتصغيره، ثم أنزله قليلا إلى الأسفل ليكون عنده مكان للكتابة مثلا هنا، ثم آتي هنا أقوم بالضغط على الفأرة باليسار وأحدد هذه الأربعة مربعات. لماذا أحددها؟ لأكتب في الوسط. هنا سآتي إلى ديسبوزيسيون، سآتي إلى ديسبوزيسيون، هنا سأختار الكتابة في الوسط حتى لا تكون الكتابة عشوائية فوق أو تحت إلى اليمين إلى اليسار إلى آخره. هنا حددت مكان الكتابة سيكون في الوسط. سآتي هنا لأكتب، ها هو مثلا استخرج فعل، ها هو كتبت الفعل يأتي في الوسط. هنا أتيت كتبت مثلا استخرج لي حرف، ها هو. هنا إذا أردتها في على اليمين آتي وأضغط هنا، الكتابة ستبدأ في اليمين. إذا أردتها في الوسط أضغط هنا، الكتابة ستكون. لو أردنا مثلا أن نضيف صورة، نأتي إلى انسيرسيون إيماج، مثلا سأختار هذه الصورة، صورة النحلة هنا. هذه الصورة لكي أعمل عليها يجب دائما أن آتي هنا إلى أبياج دي تيكس and هذه الصورة لكي أعمل عليها آتي دائما إلى أبياج دي تيكس كاري حتى أستطيع أن أعدلها. هنا سأقوم بتصغيرها. هنا ترون هذا السهم الذي يشير إلى الجهتين، إلى الأسفل وإلى الأعلى. سأقوم بتصغيرها هذه الصورة مثلا هنا، سأصغرها أكثر. هنا مثلا أطلب منه سمي لي هذه الصورة، سأتي هنا إلى انسيرسيون، هنا فورم، ثم هذا المستطيل وأضع له بطاقة هنا ليكتب لي اسمها. هنا أجوتي دي تيكس وأرجعها كما قلنا إلى اليمين، أضع له نقاط، النقطة موجودة بجانب الصفر، أضع له نقاط هنا ليسميه. مثلا إذا أردت منه أن يكمل الحرف الناقص، أن يكمل الحرف الناقص، مثلا سأعطيه كلمة النون الكلمة الأولى، ثم الحرف الأول عفوا نا، ثم أضع أطيل خط النون قليلا، ثم أضع له نقاط، ثم أضع خطا شيفت جي، أضع خطا الذي سيلصق فيه الحاء، الذي سيلصق فيه الحاء مع النون ومع اللام، ثم أكتب اللام ثم التاء. مثلا هنا سيضيف حرف الحاء، هنا سيضيف حرف الحاء، عليه أن يضع له خطان، خط الذي يلتصق بالنون والخط الذي سيلتصق باللام. هنا تركت له فراغ وضعت له نقاط. هذا بالنسبة إلى إضافة صور والعمل عليها. مثلا في الوضعية الإدماجية لو أردت تحديد له مكان ليكتب تعبيرا ما، مثلا سآتي هنا إلى انسيرسيون فورم وأضغط على هذا الخط، هنا سأضع له خطا هكذا بخط مستقيم هكذا، ثم سآتي هنا وأضع له نقاط، أضع له نقاط هنا أيضا نقاط مثلا، وهكذا نقاط نقاط ليكتب لي مثلا تعبير عن شيء ما. عندما أريد أن أضع معادلة، أن أضع معادلة مثلا لأصحاب المتوسط أو الثانوي، آتي هنا إلى انسيرسيون، توجد معادلات جاهزة يمكنكم العمل بها. هنا معادلة جاهزة فقط، تعدلون المضمونها فقط. هنا
إذا بحثتم عن إشارات خاصة ستأتون أردتم إشارات خاصة لم تجدوها في لوحة المفاتيح، ستأتون هنا إلى سيمبول ثم أدخل سيمبول. هنا ستجدون كل شيء، كل الإشارات التي قد تحتاجونها، كل ما تحتاجونه هنا. هنا أي إشارة، أي حرف بأي لغة احتجتموه ستجدونه هنا. انظروا، يوجد كل شيء. بالنسبة للرياضيات أيضا، لو أردت منه أن يكمل ترتيب الأعداد، أن يكمل الأعداد مثلا، أضع له دودة الأعداد سهلة. آتي هنا إلى فورم، هنا إلى الدوائر، أضع الدائرة الأولى مثلا هنا، فقط أضغط على كنترول سي لأنسخ هذه الدائرة، ثم كنترول في أضع دائرة أخرى. آتي فقط أعمل بهذه الأسهم الموجودة، ها هي هنا، أسحبها إلى اليمين ثم هنا مثلا، ثم أضغط على كنترول في، أضيف دائرة أخرى وألصقها فيها مثلا، ثم دائرة أخرى، يعني ليكمل الأعداد مثلا، أكمل الأعداد التالية. ثم لو أردت رأس الدودة، أتي إلى انسيرسيون فورم، ها هو رأس الدودة هنا، رأس الدودة ستجدونه ها هو هنا، ستجدونه هنا. هنا فقط سأكتب داخلها، أضغط باليمين مثلا، أجوتي دو تيكس، أضغط هنا في الوسط لأكتب العدد مثلا، أكتب له العدد الأول 45 لكي يكمل. هنا أضغط وأضع له نقاط، هنا سأضع له نقاط وإلى آخره حتى يكمل الأعداد 45 46 إلى آخره، يكملها حسب ما أطلبه منه. ثم لو أردتها مرتبة بمربعات، سآتي إلى انسرسيون تابلو، ها هو هنا على حسب المربعات التي أريدها. هنا مثلا ها هي، ثم آتي إلى، أضغط على واحد من هذه المربعات وأحددها كلها، وآتي إلى ديسبوزيسيون، أضغط على الوسط لأكتب في الوسط مثلا، هنا أكتب له 22 وأكمل. سأضع له نقاط هنا، نقاط هنا إلى آخره حتى يكمل ترتيب الأعداد. هنا لترتيب الأعداد مثلا، أعطيه أعداد وأقول له رتبها من الأصغر إلى الأكبر. سأغير الكتابة إلى الفرنسية حتى أستطيع الكتابة من اليسار إلى اليمين. لتغيير اللغة أضغط على Alt، سأصعد هذا لوحة المفاتيح لتروا، أضغط على Alt ثم Shift، ستتغير اللغة. لأعيدها إلى العربية، أعيد الضغط على Alt ثم Shift، يعني كما أشاء اللغة التي أريدها. بدل أن تأتوا باللوحة بالفأرة عفوا وتضغط في الأسفل على هذه اللغة وتغيرها، فقط Alt Shift تغيرونها في ثانية واحدة. هنا مثلا غيرتها إلى الفرنسية، سأكتب براحة مثلا، أقول له رتب هذه الأعداد 99 583 مثلا، 274 مثلا، 11. هنا ماذا سأفعل؟ أضع له أول شيء سهم، انسرسيون فورم، ها هو السهم موجود هنا، أضع له سهما هنا
بأن الأعداد ستبدأ من هنا، سأرتبها من هنا من اليسار إلى اليمين، خصوصا للطور الأول. هنا بعد أن وضعت السهم سأضع النقاط وأعيده إلى العربية Alt Shift، هنا نقاط، ثم خط الموجود في 8، ثم نقاط الخط الموجود في 8 أو 6 كما تحبون. يعني ها هو الخط الموجود في 6 في الوسط، الخط الموجود في 8 يأتي مع الخط مباشرة، وهنا ها هي هنا السهم، فقط سأحمله ليتناسب مع الكتابة. ها هو عند الكتابة. هذا فيما يخص ترتيب الأعداد. الوضعية الإدماجية، بعد أن أقوم بكتابتها بنفس الطريقة التي أريتكم إياها، مثلا الوضعية الإدماجية، أضع نقطتين، أقوم بتسطيرها بالضغط على S سوليني، آتي وأكتب الوضعية الإدماجية. مثلا هنا لتحديد الأعداد، مثلا 423، سأنزع السوليني ترى يبقى هنا. عندما أكتب الوضعية الإدماجية أريد تغيير لون هذه الأعداد، آتي هنا إلى هذا الأ الذي تحته خط بالأحمر وأغير لون هذا العدد كما أشاء. مثلا ها هو بالأحمر، ثم آتي هنا إلى الوسط، أكتب الحل، أسطر عليه، ثم لأضع خط الحل ماذا سأفعل؟ سأأتي إلى انسيرسيون فورم هذا الخط وأضع ها هو خط، أكتب له العمليات الأجوبة إلى آخره هنا وهنا. هنالك أشياء أخرى لم أذكرها، يمكنكم إرسال رسائل لي في صفحتي على الفيسبوك لذكر هذه الأشياء حتى أستطيع أن أصنع لكم فيديو آخر أذكر لكم فيه كل الأشياء التي كانت ناقصة. أراكم إن شاء الله في فيديو آخر وفكرة جديدة. إلى اللقاء.